فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للشخص أن يكلم ابنة خاله أو ابنة عمه في الهاتف بحجة صلة الأرحام؟ الكلام لا بأس به، الكلام البري الذي ليس فيه إثارة فتنة ولا غزل ولا، لا بأس به، كلام للحاجة تسألها عن أهلها وعن صحتها وعن، لا بأس به. تفاهم مع النساء بالجوال بالتلفون في أمور مباحة لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.